أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا في الاستوديو الناقد الفني الكبير جميل الحلو عشان يقول لنا رأيه في مسلسلات رمضان. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بكل الناس الحلوة اللي بيتفرجوا علينا دول. ليه؟ يا باشا ليه؟ إن شاء الله يا فندم، يعني هننقد بشكل يرضي طموح الجمهور. تعال نشوف أول مسلسل معانا النهاردة. ده مسلسل ايه يا فندم؟ كرياتين 25. الله، لا يعني لو كده بقى يلا بينا اتفرج. اديني رقبتك عشان انا زومبي وعطشان. مش هتقدر تعمل لي حاجة عشان لابس النظارة. اديني رقبتك عشان انا زومبي وعطشان. مش هتقدر تعمل لي حاجة عشان لابس النظارة. فين الجملة؟ ما انا قلت الجمله. مثل حبيبي. ما انا مثلت اهو. هو ده التمثيل؟ اه كان بقى في انت فصلتني دي يا اخي. انا اسف، بس يعني دي مش بروفا، ده تصوير. ايوه يا حبيبي عارف، دي انت فصلتني والله يا كان بتهزر. طيب ماشي اتفضل. اديني رقبتك عشان انا زومبي وعطشان. انت مش هتقدر تعمل لي حاجه عشان لابس النضاره. مش هتلحق، هجري ورا كل الناس اللي مش لابسه نضارات. ايه ده؟ شامبو؟ انا لازم اخلص البشريه من شروركم. وعرفت السر ازاي؟ انت فاكرني عبيط عشان اقول لك السر عشان تعمل بلسم مضاد للقاح؟ لا خالص، كويس انك ما قلتليش ان البلسم هو مضاد للقاح. دكتور خلاص، انا نفذت كل اللي حضرتك امرتني بيه، طعمت الناس بلقاح الشامبو ولبستهم كلهم نظارات، الحمد لله كده ممكن نقضى على الفيروس. ايه ده، انا بجد مش مصدق، ده في واحد بيمثل بجد في المسلسل معانا. محمد بحيري معاكوا هنا في المسلسل بمثل. اهلا وسهلا بيك. وبما انك بقى بتمثل، اديني رقبتك بقى عشان انا زومبي ولسه عطشان. الملائكه اللي كانت بيستعطفوكوا هم على فراش